بنشوف هالفيديو باميلا ومنتابع. بس شو العمل؟ شو العمل؟ يعني بحرق حق يعني تخيل وصلت لفكرة أحرق حالي كرمال حدا يتطلع بلبنان أو حدا يتطلع بفلسطين، شو بعمله؟ حتى لو حرقت حالي رح تنزل أخبار سنتين ماشات الفنانة بهجة ممثلة لبنانية تحرق نفسها كرمال إنه حدا قال يتطلع فينا، وبتروح القصة بعدهم من قصر لقصر عم بيتنقلوا عم بيتنعموا بمصيرنا. نحن ناس عصامية، نحن ناس بنستاهل الحياة، ما في شي بدون لا المنيح ولا الوحيش. بس أنا كإنسان اليوم بفتكر في شوية من العالم قدي ومثلي خايفين. هالفيديو باميلا نشرتيه على مواقع التواصل الاجتماعي ولجأتي فيه إلى القضية الفلسطينية وتحدثتي عن الوضع بلبنان، هل بالفعل حاولت تحرقي نفسك من أجل فلسطين؟ لا، أنا ما قلت هون إني، بس قلت إنه وصلت لمرحلة قلت طب أنا كباميلا يعني أنا خلقت بهالأرض، عندي ميشن، عندي مسج، طب شو بدي أعمل؟ لو وصلت مرة لثانية لفكرة إنه أوكي إذا بدي يتطلعوا بالعالم العربي رح أعملها إنه الممثلة بهكه في لبنان تحرق نفسها، أو بس إنه شو بنعمل تا حدا يتطلع فينا؟ يعني بوصل لهالمرحلة، بس أكيد رجعت هيدي كان حقها ثانية الفكرة. القضية الفلسطينية شو بتعني لك؟ شفت لبنان كله لبنان 10452 كيلومتر مربع، ما حدا فيه بيحب وبيفهم بالقضية الفلسطينية قد. وشو مفهومك لإلها؟ بس هذا رح أقول لك بجملة واحدة، ما رح أقول لك أكثر من هيك. أنا بالنسبة إلي الدم الفلسطيني والقضية الفلسطينية وهيدا يعني بيقولوا على الفلسطيني دم أزرق، بحق لهم كمان يكون دم أزرق إذا هالقد واحد مظلوم لهيدي الدرجة بهيدي الطريقة المعنفة. أنا الفلسطيني my number one citizen اليوم بالعالم. على أمل تتحرر فلسطين باميلا، أو قبل ما أختم هالفقرة، على أمل يتحرر لبنان وكلنا رح نضلنا مقيدين. بعرف أنت اشترطت علي أنه ما بدك نحكي عن شخصية عليا بمسلسل كريستال، تعرف علي، بس لتحافظي على خصوصية هالعمل لأنه رح تقلنا مثلا شو عن الدور. بس ولكن شو بتوعد الجمهور؟ شو ناطرين العالم يشوفه؟ رح يشوفوا يعني قبل ما اوعد الجمهور، انا كباميلا كنت مستغربه من الاداء اللي طلع مني. يعني عملت تحدي لنفسي كبير انه انا اليوم بعد 15 سنه شو بدي اقدم للعالم؟ بدي اطلع فرجيهم، خاصه انه انا فاشن ديزاينر، عاليا بتلبس، عاليا بتحكي سيده قصر بكلهم، يعني قاسي كثير. بس هالقساوه انا تعلمت منها لعاليا، طلعت اكثر وحده حساسه، كانت حامية حالها بهالبرسونا بهالشخصية اللي هي منا هي. بس من أجمل الأدوار اللي عملتها، من أنضج الأدوار اللي عملتها، من آخر الأدوار رح أعملها إن شاء الله مع كولابريتينج مع ناس إن شاء الله، يعني من بعدها رح يصير عندي نظرتي خلص. يعني انت تصيري تنجي لوحدك؟ ايه، يعني أوكي. بدل ما اطلع بمقابلاتي انا اللي كتبت بوقت كورونا، بدل ما اطلع واقول لك وين هالنصوص وركيكه النصوص والمنتج والمخرج، قلت التزمي الصمت، ما تنقي واعملي، فرجيهم للناس شو بدك الشيء المغاير. هذا اللي عملته. كل التوفيق باميلا، ولكن عرفنا من مصادرنا انه اسم المسلسل كان على الورق حرب الورود، لا تغير. مزبوط. كريستال حرب الورود، هلا انا كثير بحب حرب الورود لانه يعني انا وستيفاني اكثر شيء حبينا وقت غيروه كريستال نطلع فيه نحن الورود وفي حرب بيناتنا، انه يمكن ستيل جديد للمحطه، بتعرف هيك ستيلتو كريستال كلمه واحده عاملين، ويمكن لانه موجود بالهند في يمكن حرب الورود، بس كان احلى حرب الورود، بس هيدي ما حدا رح يعرفها، يعني اسمه كريستال. على كل هو المهم مضمون العمل والاداء المبهر يلي رح تطلوا فيه يعني. نحن رح نتابع بكتاب الشهرة الخاص فيك، ولكن رح نطلع فاصل اعلاني قصير ومنتابع.